أصدقائنا متابعين قناة من أسفي مجيد، السلام عليكم. كيف الحوال؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ كمان والله تكونوا في أحسن الأحوال. أنا دابا كنتواجد في ساحة محمد الخامس قدام العمالة، وهذا اللي كتشوفوه هو الطاجين المعروف هنا في مدينة أسفي. وهذا الطاجين كما هو معروف كان دخل في جينيس بالأرقام القياسية العالمية في عام 1993. المهم نخليكم مع التفاصيل اللي غادي تكون إن شاء الله الذكاء الاصطناعي. نقولكم فرصة ممتعة. طاجين أسفي هو أكبر طاجين في العالم، وهو مصنوع من التين المزخرف. يبلغ طوله 4.5 أمتار وقطره 6.3 أمتار. تم تشييده عام 1999 في مدينة أسفي المغربية، وهي مدينة تشتهر بصناعة الفخار. تم استخدام الطاجين لإعداد طبق كويرات، وهو طبق تقليدي من السردين. تم إعداد الكويرات بواسطة أكثر من 200 امرأة، وحضر الحدث أكثر من 10,000 شخص. في عام 2023 تم تجديد غطاء الطاجين، وتم ابتلاؤه باللون الأزرق، وهو لون تقليدي في المغرب. كما تم إضافة نقش يمثل طائر العنقاء، وهو طائر أسطوري في الثقافة العربية. طاجين أسفي هو معلمة سياحية مهمة في المدينة، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. ونكتفي بهذا القدر، وندعوكم بحول الله، نتلاقى معكم في فيديو قادم إن شاء الله، وشكرا لكم.